سفر دانيال النبي الأصحاح الثالث. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله 60 ذراعا وعرضه 6 أذرع، ونصبه في بقعة دورة في ولاية بابل. ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتيين وكل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. حينئذ اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك، ووقفوا أمام التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر، ونادى منادي بشدة: قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة، عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف، أن تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة. لأجل ذلك واجتمع سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير وكل أنواع العزف، خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك. لأجل ذلك تقدم حينئذ رجال كلدانيون واشتكوا على اليهود. أجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر: أيها الملك، عش إلى الأبد. أنت أيها الملك قد أصدرت أمراً بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب، ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقدة. يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل، شدرخ وميشخ وعبدناغو. هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك أيها الملك اعتبارا، آلهتك لا يعبدون، ولتمثال الذهب الذي نصبت لا يسجدون. حينئذ أمر نبوخذ نصر بغضب وغيظ بإحضار شدرخ وميشخ وعبدناغو، فأتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك. فأجاب نبوخذ نصر وقال لهم: تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدناغو لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت، فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العزف إلى أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملتم، وإن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة. ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ فأجاب شدرخ وميشخ وعبدناغو وقالوا للملك: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك إننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبت. حينئذ امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدناغو،
فأجاب وأمر بأن يحمل أتون 7 أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمل، وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدناغو ويلقوهم في أتون النار المتقدة، ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرديتهم ولباسهم، وألقوا في وسط أتون النار المتقدة. ومن حيث أن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا، قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدناغو، وهؤلاء 3 الرجال شدرخ وميشخ وعبدناغو سقطوا موثقين في وسط أتون النار المتقدة. حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا، فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثقين في وسط النار؟ فأجابوا وقالوا للملك: صحيح أيها الملك. فأجاب وقال: ها أنا ناظر 4 رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. ثم اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار المتخدة وأجاب فقال: يا شدرخ وميشخ وعبدناغو، يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، فاجتمعت المرازبة والشحن والولات ومشيره الملك، ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، وسراويلهم لم تتغير، ورائحة النار لم تأتي عليهم. فأجاب نبوخذ نصر وقال: تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو فإنهم يصيرون إربا وتجعل بيوتهم مزبلة. ليه يا نبوخذ نصر؟ قال: إذن ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدناغو في ولاية بابل. آمين آمين. خلونا كلنا نصلي بنفس واحدة ونثق بالإيمان أن الرب حاضر في الوسط والرب زينة الاجتماع. هللويا، مبارك اسمك إلى الأبد. قال نبوخذ نصر في عدد 15: ومن هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ لكن في آخر الأصحاح: ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. وأنا عايز أقول لكم يا إخوة بكل صراحة، نبوخذ نصر ما زال موجود، والأتون المحمى ما زال موجود، لكن من الناحية تانية عايز أقول لكم ربنا موجود، إلهنا موجود، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. مبارك اسمك والشكر إليه. قالوا 3 الفتية: يا نبوخذ نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. ليه يا عم؟ الهوذا يوجد إلى هنا الذي نعبده. وكلمة هوذا يوجد، أنا قلت قبل كده إن شافوا الرب قبل ما ينزلوا الأتون، لأن عبارة هوذا
قالها يوحنا المعمدان في أنجيل يوحنا أصحاح واحد، لما شاف الرب يسوع في أيام جسده جاي من بعيد شاور عليه وقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فنفس الرجال الثلاثة الفتية شافوا الرب قبل ما يخشوا الأتون فقالوا له هوذا يوجد إلى هنا. احنا شايفينه، نبوخذ نصر مش شايفه، شافوا بعدين، لكن هم كانوا شايفينه ان الرب كان معاهم قبل ما يدخلوا الأتون. هو ده إلهنا يسوع المسيح، لم يتغير إطلاقا، حتى وإن كنا في وسط نيران أو أسود مزمجرة من حولنا، لكن لينا إله عظيم يستطيع أن ينجي وأن ينقذ وأن يحفظ كنيسته ويحفظ أولاده وبناته. خلينا نشكره في هذا الصباح، وخلينا نعظمه من أجل أمانته ومواعيده ورعايته لينا الرحلة الطويلة. نقول له متشكرين يا رب، آمين. الرب يباركك يا ماهر. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي، هيستنى طلبه يكون معاك. حبك لا سواك هو اللي هيشفيك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي، هيستنى طلبه يكون معاك. حبك لا سواك هو اللي هيشفي. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني بعشرتك أغاني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجى. جلسة بين عشرتك أغاني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجى. جلسة بين ايديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمناه. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم ترى عين أو تسمع بيه أذان أو يخطر ببال، حبك يا حبيبي يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق
بطلب الرب ما دام يوجد، انا طالب حضور ولدت رضا تملاني بنور بالقرب معاك، انا طالب حضور بتخمر وراحة يا محول المناحة في قلبي بإيدي، لا للركبتين ولا للحقوين بل بقرب قلبك عبرني ليك، يا نهر سباحة بتخمر وراحة يا محول المناحة في قلبي بإيدي، الحقوي بل بقرب قلبك عبرني. من يطلب الطلبة المقدسة؟ أنا طالب حضور ولذة رضا تملاني بالنور بالقرب معاك، أنا طالب حضور ولذة رضا تملاني بنورك بالقرب معاك. بصراحة ثلاث رجالة يشرفوا يرفعوا الراس، صح؟ مش عارف جت منين الترنيمة اللي بيقول الفتية في أتون النار دي، هما مش فتية، ده الكتاب أربع مرات، يعني لم تكن الذاكرة، وعم كامل بيقرأ بيقول عنهم، قولوا معاي، يوجد رجال رجال. أصل الكتاب المقدس قال طلبت من بينهم رجلا. ممكن تكون انت النهارده الرجل ده، رجل مش الجنس يعني، مش النوعيه، لكن حد يقف قدام ربنا يقول له انا اهو، انا متاح لك. مين يقف معايا ويقول له انا متاح لك؟ تعالوا نقف ونقول للرب انا متاح، انا متاح، انا عايز اكون الرجل بتاعك يا رب. انا متاح لك، انا متاح لك، افعل بيا كل ما يحلو في عينك. من يقول لرب انا، انا متاح لي، انا متاح لي، افعل بيا كل ما يحلو في عينك. ارفع ايدك وقول له ربي، ربي ارسل ميه جديده في حياتي فيضان، ربي ارسل ميه جديده في حياتي فيضان. ارفع ايدك قول له انا متاح لي، انا متاح لي، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. أنا متاح لي، أنا متاح لي، افعل بيا كل ما يحلو في. يلا قولوا ربي ارسل، ربي ارسل مية جديدة في حياتي فيضان، ربي ارسل مية جديدة في حياتي فيضان. ارفع يدك الرب انا متاح، انا متاح لي، انا متاح لي، افعل بيا كل ما يحلو في عينيك. خليك واقف وغمض عينك، غمض عينك، غمض عينك قدام الرب، قول له انا متاح. ثلاث رجاله، ثلاث رجاله خلوا الملك الوثني
يقول يوجد إله يستطيع أن ينجي. في أول السفر واحد اسمه دانيال شهادة لامعة من أول السفر لحد آخره، صورة يسوع على الأرض، ريحة المسيح على الأرض. قل له أنا متاح ليك، قل له أنا متاح ليك، قل له أنا عايز أكون الراجل بتاعك هنا يا رب. في وقت في الشهادة عنك قلت، في وقت الكلام بقى عن المشاكل والظروف والضغوط كتير، وبقى الكلام عن إلهي اللي بتقول عنه العروس هذا حبيبي وهذا خليلي، بقى الكلام عنه قليل يا رب. عايز أكون الراجل بتاعك هنا، عايز أعلي اسمك، عايز أبارك اسمك. أشكرك مباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد. قد ارتفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان. يسوع يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، فالبهاء والجلال لك وحدك بارك الرب. يسوع نبارك اسمك، يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك عاليا، يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم، البهاء والجلال لك وحدك يسوع. يسوع نبارك اسمك، يلا ارفع صوتك كل رب مستحيل مستحيل ان تاخذ المجد والكرامة، مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة. قد ذبحت واشتريتنا فديتنا، ارفع ايدك للرب. بدمك نحبك فوق كل قوة ورياسة، ايوه علو الرب، فوق كل اسم وسيادة. انت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة. أنت قائم يا رب، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك كل الأشياء. يلا عظموا الرب يسوع. مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة، قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك.
الكتاب أزيد المسيح قالوا له يستطيع أن ينجينا وإلا. عارفين وإلا دي يعني إيه؟ عارفين يعني إيه وإلا؟ يعني حتى لو ما سمحت إرادته إنه ما ينجيناش ونكتاز فأتون النار ونطلع فحمة منه مش هنسجد لك. إيه الحلاوة دي؟ إيه النوعية الحلوة دي؟ من أول السفر تلاقوا في ناس بتشهد عن إلهها بقوة، وفي إله بيصنع في وسطهم آيات وعجائب. أصله هي ناحيتين، هي مش حتة واحدة. مش دايما ربنا بيعمل بس، لكن دايما ربنا يشوف القلب ده عايز إيه. يقول وجدت داود رجلا بحسب قلبي. تعالوا نقول للرب اسمك يتغنى، يا مبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب الملك. قدوس 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 قدوس. شافوا إشعياء والمشهد الجميل اللي أزياله تملأ الهيكل،
والسرافيم واقفون فوقه قالوا، يلا قولوا معايا بصوت عالي للرب اللي في وسطينا: قدوس 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 مجده. لا انا مش سامع، مش سامع. تاني السرافيم قالوا ايه؟ قدوس 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 مجده ملء كل الارض. ايه 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 ملء كل الارض اللي احنا فيها دي، اللي مليانه بالدوشه ومليانه بالنزاعات والصراعات؟ ايوه ايوه موجود في وسطينا. وهيجي اليوم قريب قوي وياخد العروسه الحلوه من كل مكان في العالم ويجمع الكنيسه وتفرح بيه الكنيسه هناك على سحاب المجد. تعالوا نقول مع بعض: اسمك يتغنى. اسم الرب اسمك يتغنى يا مبارك العزيز الوحيد، ملك ملك الملوك رب الأرباب المجيد. اسمك يتغنى يا مبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. قدوس 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 رب الصبا، السماء والأرض مملوءة من مجدي. يا قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. اسمك يتغنى يا مليك الدهور السرمدي، يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. اسمك يتغنى يا مليك الدهور السرمدين، يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك، الكل مجد مجدا وإكراما لك. هللويا. اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك، الكل مجدا وإكراما لك. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. غمض عينك وقول له: قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباح، السماء والأرض مملوءة من مجدك. هاتوا له تاج الذي يلا عن المثل. أيوة عظيم الرب. وتوجوه وتوجوه هو وحده ربان. أيوة
أمامه تيجانكم أو أكليلكم أفضل، يعني أفضل، ألقوا بلا مهل وتوجوه. ده الممجد إلى الأبد يا كنيسة افرحي. طب والدموع اللي في عيننا لو ما اختبرتش إن هو يمسحها لك هنا واعتمدت على أيدين الناس، هيجي في وقت تلاقي الدموع نازلة والناس مش عارفة تعمل لك حاجة، ولا سيما حتى في أيام كورونا اللي احنا فيها. يعني لما أسرة كلها بتتعب بيبقى كل واحد مرمي في أوضة، صح؟ وأقرب الأقربين مش عارفين يزوروهم. ليه؟ لأنهم خايفين، وشدة الألم يبقى على الشخص نفسه، بس ما حدش عارف يعمله حاجة، الناس مسكينة. عارف بقى النوعية الحلوة اللي تعلمت تروح لربنا بدموعها، فتقول له بص الدموع نازلة، يقول له ما تخافش، تعالى تعالي، هات فين؟ إيه اللي توجع فيك؟ إيه اللي توجع فيك؟ يلا قولوا معي. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي بعدما تألمتم يسيرا. يعمل إيه بقى بعد الألم؟ يقول لك تعالى أنا هكملك. عندك إيه؟ إيه اللي وجعك؟ إيه التلف اللي حصل في حياتك؟ إيه الوجع اللي توجعت بيه؟ إيه الدمعة اللي نازلة؟ نازلة منين بالظبط؟ تعالى أنا أمسح دموعك. فاكرين الرب يسوع لما راح عند قبر العازر؟ بكى يسوع. دي كلمة بتوعظنا فيها كتير، بس تختبرها بجد وانت قاعد لوحدك، تلاقيه حاطط كتفه في كتفك، يقول لك الألم بتاعك ده انا حاسس بيه، الوجع بتاعك ده انا حاسس بيه، انت مش بتمر بيه لوحدك. مش عايز اوعظ، الأسيس هيوعظ والأسيس بتاعنا شاطر في الوعظ، فانا مشغول قوي. سيبيه يمسح دموعك، ما تتعوديش تروحي بيهم للناس.
الناس ما بتعرفش تمسح الدموع، وحتى لما بتمسحها بعد ما بتتحرك من قدامك خلاص برضو الدموع بتنزل تاني، لكن لما تختبر ان هو شخصه بيمسح الدموع ما ترجعش تاني الدموع، تيجي بدلها تعزياتك. قولوا معايا، تعزياتك في داخلي تعمل ايه؟ تلذذ نفسي. تعالوا نقول مع بعض، يا كنيسة افرحي جاي المسيح. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح. عالسحر ليلنا يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طول التسبيح والمسيح. عالسحر جاي يلا والمعنى حياتنا عايشينها نستنى يجي النور ويملانا، والأيام كلها هو معانا والمسيح يجي لبيتنا يودينا. كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسي بالفرح طول التسبيح والبسيح. عالسحر جاي لينا أرضنا في أواخر الأيام والعلمات، بتخبر قبل الكلام والمكتوب يا بابا، نور يكشف الظلام والمسيح قال ولا ما قال قلوي ما خف علينا. كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح والبسيح بالفرح طوب التسبيح والمسيح. عالسحاب جاي لينا والدموع، والأجساد نورانية هنلبس، والأكاليل قدام عرشه نترحل، والمسيح مجده مجده هايبل علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري، نوري بالمصابيح جايين ونعشلو، ويقولولنا في السماء كل يوم ليه مجيئه يقربلو، والغربة لسه ما متشوقنا، والمسيح هو كل بالفرح طوب التسبيح والمسيح. عالسحاب جاي والدموع، والدموع هو بإيده هتسيبه يمسح، والأجساد ممجدة هنلبسها، والأكاليل قدام عرشك نطرحها، والمسيح مجده هايبل علينا. كنيسة افرحي جاي المسيح واسهري،
الشعب جاي لينا. آمين. هللويا هللويا هللويا. جميل حضور ربنا. كم حد فينا متأكد أنه موجود في هذا المكان، وكم حد يعظمه في هذا الصباح. دي له كل المجد وكل الإكرام لأنه موجود في وسط الكنيسة. أشكر رب لأجل حضوره في وسطينا. أشكر رب من بداية الاجتماع وإحنا قد إيه متأكدين وشعرين بلمسات الروح القدس. حقيقة مش متفق أنا وعم كامل من بالليل وربنا محاصرني في دانيال واحد. عم كامل يقرأ دانيال ثلاثة، وعندي إيمان أنه ربنا على قلبه كلام خاص جدا لكل حد فينا. كم حد يقول له أنا أنتظر إعلان من السماء، مش مستني وعظة لكن عايز كلام خاص منك لقلبي يا رب. تعالوا نقف مع بعض وإحنا بنقرأ كلمة الله. سفر دانيال صح الأول والعدد الأول. دانيال واحد من عدد واحد. في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض أنية بيت الله، فجاءوا بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الأنية إلى خزانة بيت إلهه، وأمر أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل من نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لعيب فيهم حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلت شصر وحنانيا شدرخ وميشائيل شدرخ وميشائيل ميشخ وعذاريا عبد ناغو. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال لرئيس السقاط الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا: جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطاني لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الأكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاط يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطوهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان 4 فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر، وكلمهم الملك فلم يجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعذاريا، فوقفوا أمام الملك في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والصحر الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك. آمين آمين آمين. حقيقة شخصية دانيال وسفر دانيال من الأسفار الرائعة اللي تشوف فيها يد الله بقوة غير عادية. دانيال هو اسم عبري معناه الله قاضي أو الله دانيال، الله ديان.
الله دانيال لأنه ده يتماشى مع روح السفر، أنه في دينونة حتى على شعب الرب زي ما هنشوف بعد شوية، زي أن الشعب يسبى 70 سنة. الله قضية أو الله دياني. حقيقة سفر دانيال اتميز هذا الشخص فيه بالتكريس والتقوى الحقيقية والشجاعة والإيمان والصلاة الدائم في محضر الله. دانيال تميز أنه حياته مليانة صلاة، مليانة تكريس. لكن هذا السفر في الحقيقة هو سفر رأوي، يعني ده بياخدنا لمناظر الله وإعلاناته. دانيال 12 إصحاح منهم 9 إصحاحات بيتكلموا عن رؤى وأحلام، فهو سفر رأوي، عينين مفتوحة، واحد بيدخل للأقداس فبيطلع برؤى القدير. لكن كمان سفر دانيال لما تبصوا عليه في الحقيقة، هذا الشخص الجميل الرائع أنه تميز دانيال في حياته أنه عد عليه 4 ملوك، 2 من مملكة بابل و2 من مملكة مادي وفارس، نبوخذ نصر وابنه، وبعدين عندنا داريوس وعندنا الملك اللي بعد كده كورش. في الحقيقة دانيال كان شخص رائع جدا. دايما تلاقي السفر ده من الأسفار اللي كتب فيها شوية حاجات غريبة، يعني مثلا تعبير كاشف الأسرار، الله كاشف العمائق وكاشف الأسرار. لكن كمان سفر دانيال مميز انه السفر الوحيد في كلمة الله اللي حدد ميلاد المسيح بدقة، حددوا بدقة. لما تقعد قدام سفر دانيال بس تكون رايق كده ومعاك ورقة وقلم وتحسب الحسابات، دانيال حدد السنة اللي هيتولد فيها المسيح قبل مجيئه ب450 سنة. دانيال يتكلم عن أمور الأخرويات، ولا يمكن تفسير سفر الرؤيا إلا بارتباطه بسفر دانيال. مش هينفع تفسر سفر الرؤيا إلا ما ترجع لسفر دانيال. فكرة الأسبوع الضيقة وفكرة الأيام الأخيرة، كل ده موجود في سفر دانيال. حقيقة سفر دانيال رغم أنه هو سفر مش كبير، لكن اتحط في الأنبياء الكبار. ليه؟ احنا زمان واحنا صغيرين علمونا في اعدادي وثانوي والنشاط الصيفي ان يا اولاد احنا بنسمي النبوة كبيرة او صغيرة مش عشان ان النبي ده كبير او صغير، امال عشان ايه؟ قالوا في الحقيقة حجم النبوة. بس لما كبرت فاجئت بشوية حاجات، زي مثلا سفر هوشع 14 اصحاح لكن يتحط في الانبياء الصغار، دانيال 12 اصحاح بس يتحط فين؟ في الأنبياء الكبار. طلع أن في أساسين تانيين بيقسموا عليهم الأسفار الكبيرة أو الصغيرة. إيه هما؟ أنه أول حاجة حجم النبوة، لكن رقم 2 مدة النبوة. النبوة دي بتغطى قد إيه؟ يعني هوشع يغطي مثلا حوالي 30-40 سنة من الشعب، لكن لما يجي يتكلم دانيال من قبل المسيح ب450 سنة لحد مجيء المسيح وبعدين الأبدية السعيدة والملك الألفي. إيه ده؟ أنت إزاي ربنا خدك في الرحلة دي؟ فالمدة الزمنية اللي بيغطيها النبوة. لكن حاجة تاني، المساحة الجغرافية أو المساحة المكانية اللي بتغطيها النبوة. يعني مثلا هوشع يتنبأ عن إفرايم بس سبط من الأسباط، واحد من أولاد يوسف، لكن لما يجي إشعياء يتنبأ ل19 أمة، فده واحد بيتنبأ لناس كتير، فغطى ممالك كتير. فحجم النبوة، تاريخ النبوة، لكن مساحة النبوة. حقيقة سفر دانيال من الأسفار الجميلة اللي بيوضح لينا حاجة مهمة جدا جدا. عايز أقول لحضراتكم يعني من الحاجات اللي عجبتني في سفر دانيال، إنه دانيال واحد كان علماني. علماني يعني مش نبي متفرغ ولا راعي ولا كاهن ولا لاوي، لكن احنا بنسمي الشخص اللي بيشتغل وبيخدم الرب ده شخص ايه؟ علماني. دانيال كان شخص فيه شغله، لكن اكرم الرب اكرام غير عادي. وفي الحقيقة من الناس اللي عجبوني جدا دانيال ويوسف. دانيال في مكانه لكن يكرم الرب إكرام غير عادي. خيال واحد زي دانيال شغلته رئيس وزراء، لكن عاش شهادة في وسط القصر. خيال يوسف الرجل الثاني في المملكة، لكن الرب يبارك بيه مش بس مصر لكن كل شعوب العالم. ودايما أقول كده، لما تدقق قوي تلاقي هناك تشابه ما بين دانيال ويوسف.
هما الاثنين اتسابوا هما صغيرين، او اتغربوا في بلاد غريبة من هما صغيرين، هما الاثنين اتظلموا، هما الاثنين الله صنع لهم لطف في عينين الناس الاخرين او القائمين عليهم، بس هما الاثنين كمان كانوا اصحاب احلام. هما الاثنين الرب اكرمهم اكرام الهي غير عادي وعلاهم على كل الموجودين في وقتهم، لكن كمان هما الاثنين ماتوا في ارض غريبه. ربنا بيعرف يستخدم الناس. يمكن واحد يقول ايه، انا مش قسيس، انا مش مرنم، انا مش خادمه، بس يعرف ربنا يستخدم الناس العاديين استخدام غير عادي. من الحاجات اللي فاجئتني لما تبص في فيليبي 4، بولس هو بيختم رسالة فيليب يقول لي ويسلم عليكم الذين من بيت قيصر. طب واللي جوه بيت قيصر دول عرفوا المسيح ازاي؟ يعني من مين؟ طب والناس اللي جوه القصر، سيدك يحط ناس كده علامات في وقت. عايز اقول لك الحتة اللي انت فيها في الشغل، المحل اللي انت فيه، الوظيفة اللي انت فيها، البيت اللي انت فيه، العيلة اللي انت فيها، المكان اللي ربنا حطني فيه، في ناس كتير ما تعرفش توصل له، فربنا حطك وحطك نور في المكان ده. انت ربنا حطك خادم في الحدة. مرة كنت في مؤتمر برا مصر، مؤتمر خدام، كان علي الخدمات يعني خدمتين الصبح وخدمتين بالليل ومؤتمر رهيب. وبعدين مرة كده لقيت شاب في الحقيقة ربنا هو في دولة من دول الخليج حاطط ايده عليه بقوة غير عادية. فاحنا بنتغدى كده الظهر بسأله سؤال، يعني بقول له انت شغال ايه؟ فقال بص، وهو مبتسم كده، انا مرسل من الله للبلد دي، بس في وقت فراغ انا شغال محاسب في بنك، بس انا جاي هنا جاي ايه؟ مرسل، بس انا في الوظيفة الاساسية بتاعتي مرسل، بس انا بشتغل محاسب في بنك، فربنا بعتني ارسالية، وجزء من ارسالية انه حطيني في البنك ده، حطيني في الكنيسة دي، حطيني في الشغلانة دي. عشان كده سفر دانيال مميز، لانه بيكلمنا انه في ناس مش متفرغين، لكن ربنا استخدمهم استخدامات غير عادية. برضو قبل ما ادخل للموضوع من خلفيات سفر دانيال هقول لكم على حاجة، بس صحصحوا معايا لان دي مهمة جدا، وربنا يدينا فيها خدمة. في مرة دانيال واحد من الأسفار القليلة في كلمة الله اللي كلمنا عن خدمة الملائكة لأولاد الله. أنا عدت في الحقيقة بقالي حاجة و30 سنة أعرف الرب، ولا مرة في مصر سمعت خدمة عن خدمة الملائكة للعاتدين أن يرثوا الخلاص. مش الرب بيقول عنهم أنهم أرواح إيه؟ أرواح مرسلة، أرواح خادمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص. حقيقة مرة واحدة في حياتي كنت في مؤتمر في كوريا، وحد أسيس أمريكا اتكلم عن خدمة الملائكة للمؤمنين. لما تقرأ السفر ده تلاقي حاجة غريبة جدا جدا. يقول مثلا ايه، انه ميخائيل يقول كده عنه رئيس شعبك، ومرة تاني يقول عنه الواقف لأجل شعبك، ويجي مرة تاني يقول له ايه، انا ملاك جيت ارسلت عشان اكلمك، ويقول كده ايها الرجل المحبوب. هنا لما تبص تلاقي ان الرب حط خدمة الملائكة، هنا هتلاقي موضوع خدمة الملائكة. لكن كمان حاجة من مميزات السفر ده قبل ما ادخل في موضوع دانيال، حاجة رهيبة لما تقرأ السفر ده بقى، ركزوا معايا لان الحتة اللي جاية مهمة قوي، يكلمنا عن استراتيجية الحرب الروحية. دانيال واحد من الاسفار القوية اللي في الصح 10 بيتكلم في قصة غريبة قوي. ايه القصة؟ انه دانيال كان عنده مشكلة وجعل قلبه للفهم، عايز يفهم ربنا عايز ايه منه في الموقف ده، فقعد يصلي وقعد يصوم. وانا عايز اقولك لو مش فاهمة، لو مش فاهم، لو محتار، كرر الصوم والصلاة وقعد قدام ربنا، اقول له مش هوقف الصوم والصلاة الا لما تفهمني. بعد 21 يوم جال واحد من الملائكة وقال له ايها الرجل المحبوب قد سمعت صلاتك من اليوم الاول. طب يا عم لما انت ربنا سمع صلاتي من اليوم الاول، انت ليه جيت في اليوم 21؟ قال له وانا جاي لك في السكة طلع رئيس مملكة فارس، مش الرئيس بتاع الارض، الرئيس بتاع مملكة الهوى. وهنا اول حاجة ان الدول دي متقسمة في العالم الروحي دول، وكل دولة ليها رئيس، تعرفوا كده. وبعدين يجي بعد كده ولاة، وبعدين سلاطين، وبعدين أجناد شر روحية.
فبيقول له طلع للراجل بتاع مملكة فارس وراح مسكني في الهوى وقاعد حجزني عند 21 يوم، لولا ان ميخائيل واحد من الرؤساء الاولين جه عني فانا جيت له وانا راجع في معركة شرسة في الهوى. ودايما اقول كده لما قعدت اقرا عن دانيال الشخصية، زي ما كان اخويا ماهر بيقول راجل، ربنا عنده رجالة في كل وقت. لما قعدت اقرا كده افتكرت حاجة رهيبة، لما يكون مؤمن بيلعب في التراب يبعت له عسكر صغير كده يعمل ايه؟ يروح جايب شوية تراب من اللي قدامه يروح عامل ايه؟ نفضهم عليه كده يجوا في عينيه يعميه. ام مؤمن بيلعب في ايه؟ في التراب. بس لما يكون مؤمن شادد حلو يروح بعت له لواء، بس لما يجي يبعت لدانيال يبعت له رئيس. مش عايز اخوفك ومش عايز اخوفك، كل ما تعلى روحيا كل ما الليفل او المستوى بتاع الحرب يعمل ايه؟ يعلى. بس ده ما يخوفكش. وتشوف كمان مستوى النصرة كمان بيعلى. هو سفر خاص جدا كلمنا عن الحرب الروحية. ده حقيقة سفر دانيال اللي بيحبوا دراسة كلمة الله بينقسم قسمين كبار. القسم الأول من إصحاح 1 لإصحاح 6، من إصحاح 1 لإصحاح 6 ده جزء تاريخي بيتكلم عن تاريخ زي ما عم كامل قرا إصحاح 3 عن أتون النار، عن تمثال نبوخذ نصر هنتكلم عنه في وقت ربنا ادانا ان احنا نكمل في سفر دانيال. وفي الحقيقة يعني تمثال نبوخذ نصر ده موضوع رهيب. نبوخذ نصر قال انا عايز واحد يقول لي انا حلمت بايه وتفسير حلمي. قالوا له جلالة الملك ما يحصلش، يعني انت نايم بالليل حلمت، يعني احنا دخلنا في الموضوع ايه؟ قال لا، ما انا ممكن اي حد يضحك عليا في التفسير، اعرف منين ان هو بيعرف اسرار؟ يقول لي الحلم ويقول لي تفسيره وخلاص. لما محدش جاب الحلم امر بان كل الناس المرازبة والناس اللي هم الحكماء والناس العرافين كله يموت. دانيال قال رئيس كده الولاء، قال له ممكن تديني مهلة ايه اخش محضر سيدي وهطلع من هناك بالاجابة؟ يعني هو سيدك هيقول لك نبوخذ نصر ونايم بالليل على مخدته حلم بايه؟ قال اه. ودخل محضر سيده طلع بالحلم وطلع بتفسيره. قال له اقول لك يا جلالة الملك عايز احكي لك حكاية، انا شفت الحلم اللي انت شفته. ايه شفت؟ ايه؟ تمثال رأسه من ذهب، ايوه، وبعدين تيجي الكتف والزرعين دول هتلاقيهم من فضة، وبعدين البطن مش عارف ايه، لحد ما يوصل لحديد في الرجلين وخزف في الصوابع تحت. قال له يعني ايه؟ قال له المملكة بتاعتك هتبقى قوية بس اضعف فاضعف فاضعف لحد ما تتمحي خالص. قال له طب هو ربنا قال كده؟ قال له اه. طب ايه رأيك بقى؟ هو قال ان الراس ذهب بس انا هعمله كله ذهب في ذهب. وكان نبوخذ نصر بيقول له ايه؟ انا بقى هعاند ربنا وهقول له بقى ان انا قاعد ومش ماشي، وان انا ملكوتي مش هيخلص، وان انا قاعد هنا ومفيش حد هيقدر يخلعني منها. يقدر ولا ما يقدرش؟ حتى دانيال لما جيت اتكلم معاه في صاح 2 يقول ايه؟ يقول الرب هو قاعد معاه كده يقول ايه؟ بصوا صاح 2 عدد 19، يقول حينئذ اللي دانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال اله السماء. وبعدين يقول اجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الازل والى الابد لان له الحكمة. وكمان اقرا العدد اللي بعدها يقول ايه بقى؟ هو يغير الاوقات والازمنة. يعمل ايه؟ يعزل ملوك. ويعمل ايه كمان؟ وينصب ملوك، يعطي الحكماء حكمة ويعرف العارفين ويعلم العارفين ايه؟ فهما. مين محتار الايام دي؟ عايز اقول لكم ان في اله عظيم اسمه كاشف الاسرار. كاشف الاسرار. خش محضر الله تعرف هما بيدبروا ايه. خش محضر الله يقول لك نبوخذ نصر حلم بايه وتفسير حلمه ايه. عشان كده ده موضوع مهم جدا. حقيقه سفر دانيال الجزء الاول جزء هو جزء تاريخي بيحكي عن التاريخ وعن تمثال نبوخذ نصر وعن الاتون وعن جب الاسود. النص الثاني من اصحاح 7 لإصحاح 12 6 اصحاح هو جزء نبوي رؤى يحمل 4 رؤى. رؤيه في اصحاح 7، رؤيه في اصحاح 8، رؤية في صحاح 9، ورؤية من 10 لـ 12. يبقى في كم رؤية؟ في 4 رؤى تخص الأيام الأخيرة. أنا عارف إنه الكلام التاريخي ده يعني أو الكلام التفسيري بيبقى مرات صعب، بس بيفتح السفر قدامنا عشان نشوف اللي على قلب ربنا إيه في الوقت اللي جاي. حقيقة أنا عجبني قوي شخصية دانيال.
وعجبني قوي قوي انه الرب كاشف الاسرار ده بيعمل اواني بحسب قلبه. وفي شخصية دانيال النهاردة عايز اكلمكم عن النعمة والقداسة، النعمة اللي تقدس والنعمة اللي تستخدم والنعمة اللي تغطينا وتعمل مننا ناس بحسب قلبه. هي اول حاجة لمستني في هذا السفر في شخصية دانيال، يلا ربنا هيكلمك ويكلمك كلام خاص جدا، انه هذا الشخص عاش بقداسة برغم تغير الظروف من حوله. تقول يعني ايه؟ لما تقرا معايا الاصحاح الاول وعدد 4 بصوا معايا كده يقول ايه، يقول حاجه رهيبه، يقول او من اصحاح 3 يقول كده انه الملك امر رئيس خصيانه بان يحضروا من بني اسرائيل ومن نسل الملك. يحضروا ايه بقى؟ من نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا، عدد 4 لا عيب فيهم، حسان المنظر وعارفين حكمه وحاذقين وذوي فهم بالعلم. كان منهم دانيال والفتية الثلاثة. فدانيال في أورشليم كان بيعيش بقداسة للرب، اتغيرت الظروف واتغيرت الأحداث وبقى عبد ومسب في بابل. كان ممكن يروح بابل يقول للرب ايه، بص يا رب انا في أورشليم كنت بعيش لك بقداسة في بيت بابا، بس الظروف اتغيرت والظروف بقت صعبة، فانا مش قادر اعيش لك في بابل، ده انا في اوحش حتة في الارض، ده قصر الملك ده كله خطية وكله خمور وكله راقصات وكله زنا وكله امور شريرة، انا مش قادر اعيش لك في الجو ده زي ما انت عايز. بس في الحقيقة دانيال قرار تتغير الظروف. في اورشليم كنت بعيش لك بقداسة قلب، بس اتغيرت ظروفي، هفضل مكمل في بابل وانا مسبي بقداسة قلب. في مؤمنين عندهم شماعة كبيرة اسمها شماعة ظروف. انت ما تعرفش ظروفي. مرة حد قال لي كده، قال لي بص الوعظ سهل بس اللي ايده في المية. سيبك من الامثال دي. في واحد كان ده انا احكي لكم حكاية، طيب احكي لكم حكاية عشان تصحصحوا. مرة كده حصلت حرب، فالراجل رئيس مملكة أرام بعت وزير الدفاع بالجيش بتاعه وراح دخل على إسرائيل كده دب دب دب، موت ناس كتير وراح خد ناس سبايا. هو طالع خد معاه ايه؟ الكلام ده في ملوك الثاني 5، خد معاه فتاة صغيرة يعني سن اعدادي كده، ما فتاة يعني سن اعدادي، بيقول شرح الكتاب المقدس من 9 ل 12 كده. فخد فتاة معاه كده، الفتاة دي لما كانوا يسبوها بيموتوا الكبار الأب والأم وياخدوا الممتلكات، فخد فتاة ووزير الدفاع ماشي كده لقي البنوتة الصغنونة دي أمورة شوية، فقال دي هاتوها البيت عندي، هاتوها القصر بتاع وزير الدفاع تساعد المدام في شغلها، تكون بين يدي زوجة نعمان. خيالوا البنوتة الصغنونة دي كل ما تقوم الصبح تلاقي مين في وشها بتجهز الفطار لمين؟ نعمان. نعمان ده عمل ايه؟ حرمها من ابوها وحرمها من امها وحرمها من ارضها وحرمها من وطنها. بامانه كده بالصعيد كده كل يوم الصبح تقول له ايه؟ يلا قول اشوف فيك يوم، انت اللي حرمتني من اهلي وحرمتني من وطني وحرمتني من بابا وحرمتني من ماما، انت سبب المرار اللي انا فيه ده. ايه بنوته صغيره ذنبها ايه؟ وايه يعني لو في حته بعيده مع الايام تنسى، بس كل يوم الصبح تشوف الراجل ده تفتكر المأساة اللي هي عايشه فيها. بس يوم الصبح وهي بتجهز الفطار مع مرات وزير الدفاع قالت لها عايز اقول لك حاجه يا مولاتي، قلت لها قولي يا بنتي، قالت لها يا ليت سيدي يقف امام النبي الذي في السامره فانه يشفيه. طب سؤال يا بنتي، انت عايزاه تشفي؟ يعني انت اتشفيتي من جوه بعد اللي عمله فيك ده بتترجله شفا؟ يا بنتي طب قولي حاجة غير كده. تخيلي بقى لو وزير الدفاع ده راح خد مشوار، ده مش هيركب بقى ايجيبت اير ولا لوفت هانزا ولا يركب قطر سريع، ده هيروح بمركبة، مركبة دي عربية زمان كارو كده بحصانين هيجروها، ياخد له اسبوعين رايح واسبوعين جاي مثلا. لو راح يا بنتي بعد المشوار ده خد له شهر رايح جاي وما تشفاش؟ لا انا متأكدة انه لما يروح هناك مش هيرجع ببرص، وهيرجع من هناك مشفي. يا بنت لو حصل كده، لا انا متأكدة انه هيروح هناك هيجي. راحت المدام بسرعة لزوجها قالت له البنت اللي جاية من ارض اسرائيل قالت كذا وكذا، راح هناك ورجع مشفي. مش هخش في موضوع نعمان. وهو رجع طلب من 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 أليشع النبي، قال له ممكن تديني حمل بغلين تراب؟
انت تعمل بيه التراب. قال اصل انا ناوي في الحقيقه اعمل مذبح للرب عندنا. بعد شويه معرفش خد قد ايه رايح جاي رجع وجايب معاه التراب وهوب راح نزل راح بنى ايه؟ مذبح للرب. مين موجود؟ فتاة المزبية. وأصبح في البيت ده عبادة للرب، عبادة للرب في قلب البيت ده. لا أسألكم سؤال بقى، سؤال خطير. لما يجي تسأل الراجل نعمان ده وحد يقول له أنت تعرفت على الإله ده إزاي؟ مين أبوك في الإيمان؟ يقول مين؟ أنا مامتي في الإيمان البنوتة الصغيرة دي. عارف لو البنت دي قعدت تندب حظها والظروف وأنا هسم وأنا هموته وأنا هنتقم منه وأنا هعمل وهعمل وهعمل، كانت عملت إيه؟ ولا حاجة. بس عايز أقول لكم في ناس ربنا بيرفعهم فوق الظروف. صدقيني أنا مقدر ما تعبرين فيه ومقدر ما تعبر فيه، بس عايز أقول لك النهاردة سيدك عايز يرفعك فوق الظروف اللي بتعدي فيها. سيدك يرفعك فوق الظروف دي فيديك النهاردة انه برغم الظروف، برغم ما تعبرين فيه، برغم حد قال لي انه البيت مولع نار، برغم الظلم اللي وقع عليك والإساءة، برغم ما تعبر فيه في شغلك، برغم ما تعبرين فيه في العيلة، ربنا عايز يقول النهاردة لناس بيسمعوني وناس موجودين انا اقدر استخدمك برغم ظروفك الصعبة، أنا أقدر أعمل بيك أمور عظيمة برغم ما تعبر فيه، أنا أقدر أعمل بيك النهاردة أمور رهيبة جدا. هتعمل إيه يا رب؟ هتعمل إيه مع واحد مسبي، واحد سمحت له إن هو يسيب أرضه وبيته وأهله ويروح أرض بعيدة؟ قال هفرجك هعمل منه إيه؟ في وسط الظروف الصعبة ربنا عنده أوان حاطط إيده عليها بقوة. يلا يلا أنا معرفش مين بيسمعنا النهاردة بيعد في ظروف طاحنة، بس كم حد يقول للرب كده الظروف اللي بعد فيها هتستخدمها بركة لحياتي، هتستخدمها بركة لحياتي، استخدمها بركة لحياتي. بحب رجال الله الأفاضل، كل واحد فيهم كان عنده ميزة جميلة. يعني مثلا أبص على إبراهيم ألاقي في حياة إبراهيم أربع مذابح وكل مذبح ليه قصة، كل مذبح ليه اختبار. أبص على ابن إسحاق ألاقي في حياته أربع أبار وكل بير ليه اختبار وليه حكاية. لما أبص على حياة يعقوب ألاقي فيها أربع حجارة وكل حجر ليه اختبار وليه قصة. بس لما أبص على يوسف ألاقي في حياة يوسف أربع ثياب، أربع ثياب وكل ثوب منهم ليه حكاية وليه قصة وليه وقت في حياة يوسف. بتحب ايه؟ قال القميص الملون الاحمر في الاصفر في الاخضر، صفوف صفوف جنب بعضها. بس انا شايف انه مش لايق عليك، بس انا بحبه قوي، ده انا مش بقدر اقلعه، حتى وانا رايح الغيط بروح بيه، روح زور اخوات رايح بيه. فرب يقول له بس انا عندي قميص ليك رقم اتنين، في قميص كده هو مش ملون اسمه قميص العبيد، بس هعلمك في حاجات جميلة. طب والملون؟ لا ما عادش ينفع، ده هيحط عليه دم ويذبحه عليه جديو وهيمرمطوه في التراب وهيقطعوه ويقول وحش رضي افترسه. طب خلاص لو انت شايف ثوب العبيد ده ينفع، خلاص اللي انت شايفه يا رب، بس انا هعمل ايه؟ ما باليد حيلة. قال له حتى قميص العبيد لما تيجي ترتاح فيه مش هسيبه لك برضه، حتى قميص العبيد لما لقي نعمة كده في عينين فطفار والدنيا ارتاحت وساب له المفاتيح الشغل ومفاتيح الخزنة والغيط وهنا وهنا، مفيش حاجة يمنحها غير زوجته، قوم يجي في الوقت ده تروح زوجة فطفار واخدة منه القميص غصب عنه. يعني يا رب القميص الملون، وقلت لك خلاص ما عنديش مشكلة، كمان تيجي تاخد مني قميص العبيد؟ قال له انا عندي قميص ليك جميل اسمه السجل، انا مجهز لك بدله كحله تلبسها. طب بس ده صعب قوي، طب انا عملت ايه؟ مش لازم تكون عملت. طب انا غلطت في ايه؟ ده انا قلت للخطيه. لا ما تزعلش، بس على ما تقعد شويه في القميص بتاع السجن ده انا ايدي الجميله بتنسج ليك واحد تاني بقى، وده هياخد معاك سنين التعويض. بصوا معايا، يلا استقبل الإعلان ده من قلب ربنا، استقبل، حد بيسمعني استقبل ده. يوسف قعد من سن 17 ل30 في مرار رهيب، كم سنة دول؟ 13، بس طلع سنه 30 قعد في الحكم 110، يبقوا كم دول؟ 80 سنة، قصاد 13 تعب سيدك عنده 80 سنة تعويض.
قصاد سنين التعب سيدك عنده سنين بركة. قصاد ما تعبر فيه من ظروف، بس كم حد يقول له في الظروف دي ساعدني ان انا اكون فوق الظروف، فوق الاحداث. كم حد فينا الظروف حنته الوقت اللي فات، يقول له ان ايه الراجل ده كان من بين الملوك والشرفاء بعبد ومزبي وبابل، لكن ربنا علمه ازاي في الوقت ده، ازاي في الوقت ده انه يحط عينيه على الرب، وفي رغم الظروف برغم الظروف والاحداث لكن هفضل مكمل احبك. بس حاجه كمان، الراجل الجميل ده زي ما قلت لحضراتكم انه دانيال عاصر اربع ملوك، عاصر نبوخذ نصر وابنه بلتشصر، وبعدين عاصر الراجل اللي هو داريوس، وعاصر كورش. اربع ملوك، اربع ملوك باربع ممالك، اثنين من مملكه بابل واثنين حقيقه من مملكه مادي وفارس، فمملكتين واربع ملوك، واحد يروح واحد يجي، مملكة تتهد ومملكة تقوم. بس الراجل ده لم يعلق أمر قداسته وحياته على الأشخاص. مرات كتير، مرات كتير تلاقي حاجات في حياتنا، الزوج يقول مراتي والزوجة تقول لك زوجي، وبعدين العيال، طب والكبار الصغيرين والصغيرين الكبار، طب وبعدين كل واحد فينا بيعمل ايه؟ بيحاول يرميها على اللي جنبه. بس الراجل ده خد قرار. بص يا رب انا عايز اقول لك حاجة، قولي حبيبي. قال له ملك يروح وملك يجي، مملكة تتهد ومملكة تقوم، أنا حاطط أملي فيك أنت مش في الأشخاص. لو إحنا معلقين حياتنا ومعلقين استقامتنا ومعلقين نقاء قلوبنا على الأشخاص، يجي الرب يقول إيه؟ بص يا حبيبي أنا عايز أعلمك درس، شيل عينيك من على الناس، شيل عينيكي، شيل عينيكي من فضلك، تعبانة ومجروحة وديلك وقت تعبانة، ربنا يديكي شفاء لأعماقك، ربنا ينقلك من الحتة دي. مالك ظلموني، مالك تعبانة تعبانة، يجي الرب يقولك ايه؟ سيبين الموضوع ده، سلمين الملف ده، سلمين التعب اللي انت تعباناه وانا هتدخل في الموضوع، بس خلي عينك عليا. بصوا لما ببص، خلينا أرى معاكم حاجة من الحاجات اللي تأسر القلب في رسالة العبرانيين. لو رحتوا معايا رسالة العبرانيين صح 12، بعد ما يكلم عن سحابة من الشهود جميلة، يعني يتكلمنا تقريبا عن 40 واحد مثلا أو أكتر، أربع مجموعات كده بيتكلم عنهم كل مجموعة مع بعض، وبعدين يقول لك إيه بقى؟ لذلك في صح 12 العدد، لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. بصوا على عدد واحد كده تاني، بيقول احنا عندنا سحابة من الشهود. مين سحابة الشهود؟ ابراهيم قدم ابنه، وهنشوف نوح بالإيمان بنى فلك، وهنشوف أتقياء كثيرين يتكلم عنهم، ونساء أخذنا أمواتهن بقيامة، ويتكلم عن ناس نشروا وعذبوا عذبوا، ويتكلم عن سحابة من الشهود كبيرة. بيقول عندنا سحابة من الشهود مقدار هذه، بصوا قديه سحابة الشهود. عايز اقول لك ان الناس دول، يوسف ودانيال والناس دول، عدوا في حتت صعبه. نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. يعني بص على الناس دول، بص على عدد اتنين يقول لك ايه بقى؟ ناظرين الى رئيس الايمان، اقروا معايا بصوت عالي، رئيس الايمان ومكمله يسوع، الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. وكانه عايز يقول حاجة، عندنا ناس كتير حوالينا، بس لما تيجي تبص على مين؟ على يسوع المسيح. عندنا ناس كتير حلوين، بس اوعى تحط أملك في ناس مهما كانوا، بس احط عيني على مين؟ يعني بحب بولس جدا، بولس ده حبايبه كتير وولاده في الإيمان كتير، يعني يقول مثلا عن واحد منهم الابن الصريح في الإيمان، يقول عن واحد تاني فلان أنسيموس ده الذي ولدته في قيودي، ويقول لفيلمون كلام كبير، ويكلم لوقا وتيمساوس كلام كبير، دول أولاده. وبعدين يعمل ايه؟ يقول لك في احتجاج الأول
عارفين بولس كان معروض لإيه؟ قضيته إيه؟ حد فكر؟ إيه الاحتجاج الأول؟ إحنا الآية بنخطفها كده، بس احتجاجه الأول، بولس كان عليه شكاية بأنه يصنع فتنة ويهيج الشعب، ودي عقوبتها إعدام. فالملف بتاعه ملف إيه؟ حكم بالإعدام، وبعدها أعدم فعلا بشوي، فملف إعدام. يعني ولا تيمساوس ولا أرخبس ولا فيليمون ولا أنسيموس ولا لوقا ولا فلان ولا فلان، قال ولا واحد ولا واحد، أكيد صعبان عليكم مجروح. قال لا، لا يحسب عليهم. ليه لا يحسب عليهم؟ البشر بشر، هم لو عندهم أفضل من كده كانوا عملوا إيه؟ كانوا قدموا، بشر بشر. لكن يقول لك في الاخر، يقول لك ايه؟ لكن الرب وقف بي وعمل ايه بقى؟ وقواني. انا هو وقف معايا. انا نفسي اقول اعلان لحد موجود هنا، واحد او واحده او حد بيسمعني اللي اتخزل من الناس وتعبان ومجروح من جوه، نفسي اقول اعلان، استقبلي واستقبل، سيدك مش هيسيبك ومش هيسيبك، هيفضل مكمل، هيفضل مكمل. كم حد يقول له حط ايدك في ظهر الوقت اللي جاي، ساعدني الايام اللي جاية، ما حطش في الناس توقع اكبر من اللازم، ما حطش في الناس توقعات، انا توقعي في الهي اللي يقدر يعمل امور عظيمة ويقدر يعمل امور مستحيلة. الراجل ده في الحقيقة دانيال، اول حاجة الظروف ما غيرتوش، وتغير الاشخاص ما غيرهوش، لكن حاجة كمان في حياة دانيال عجبتني قوي قوي، انه هذا الرجل في الحقيقة حصل حاجة من الحاجات الجميلة، انه برغم الضغوط، كان عليه ضغوط شرسة جدا، يعني مثلا ضغوط انه مقيم في القصر. تقدر تفكر معي يعني مقيم في قصر الملك؟ يعني اول حاجة قرناها في صحة، اول اطيب الملك وايه؟ وخمر مشروب، ودي نمرة واحد. نمرة اتنين، خيل قصر الملك فيه ايه بقى، فيه ايه؟ بنشوف زمان كنا نشوف افلام كده عن حياة الملوك وقصورهم، وبعدين دي اصلا مملكة ليس فيها معرفة الله، دي مملكة بابل، وبابل دايما ارتبط اسمها ببابل وقتها. انا بشكر رب انه العراق انا زرت العراق 4 مرات، قديسين افاضل مليين الارض، وربنا بيعمل شغل رهيب، لكن وقت المملكة دي يقول بابل الزانية، بابل اللي فيها وثنية. لكن في وسط القصر ده، في وسط اللي حاصل، في وسط اللي موجود في بابل، في قصر الملك، في الضغوط، قال لا لا لا، ده انا كمان عايز اعمل حاجة. هتعمل ايه؟ قال انا عايز كمان اغير اسمائهم. ايوه، ما اسمائهم حلوه، يعني ايه دانيال مش عاجبك في ايه؟ يعني دانيال ده اسم، ده لحد دلوقتي في كل لغات العالم اسم دانيال ده بالانجليزي وبالعربي، ناس كتير بتسمي ايه؟ وميشخ وميشائيل. ميشائيل هي ميخائيل، معناها من مثل الله، ده اسماء حلوه. لا لا لا، دي ما تناسبش بلدنا، وما تسميهم ايه يعني؟ قال دانيال ده اللي معناه الله ديانة او الله قضية، حط له اسم بلت شصر، وده معناها عبد الاله بل، ده اله عندهم، فبدل ما يبقى عبد للرب انا عايزه يبقى ايه؟ وكمان هاتوه، مش بس تغيروا اسمائهم، حطوه في القصر وتوكلوه من اكل الملك وشرب الملك. بس بص، انا عايز اقول لكم حاجة خدت بالي منها الوقت ده، دانيال لما طلب في الاول من مين؟ رئيس الخصيان، يقول كده انه جعل في قلبه ان لا يتنجس، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس، ده دانيال 1:8. وبعدين دانيال رئيس الخصيان قال له ايه؟ لا انت كده رقبت انا هتطير، يعني الملك يقول اكلهم من الاكل ده؟ بامانه مش وعظ، بس لو حضراتكم او حد بيسمعني حصل معاه كده، وناس كتير كده، عم كامل مسبيين 3-4-5 آلاف واحد، نقى منهم 5-6 كده عم ماهر، وقال له دروا حبيت الملك، ياكلوا يقعدوا في القصر ويعملوا ايه؟ وياكلوا من اكل الملك. وش كان يبقى ده نحكي ايه بقى؟
اختبار اختبار. قال لك لا احنا مش هناكل الاكل ده ولا نشرب الشرب ده. وبعدين طلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. رئيس الخصيان قال له لا ده انت كده يعني تدينون راس للملك، ده ممكن يطير رقبتي لو حصل كده. عارف دانيال ما سكتش وما استسلمش، راح طلب من رئيس السقاط. لو انتوا ركزتوا مين اللي تجاوب معاه؟ يعني رئيس الخصيان قال له ما ينفعش، كان ممكن دانيال قال ايه؟ يا خساره اديني طلبت منه وكان نفسي يعمل ايه؟ يديني انه انا اكل. راح لرئيس السقاة ورئيس السقاة بدا يتجاوب معاه. عشان كده ما توقفش لو سد قدامك باب ما توقفش، خلي عندك اصرار. الراجل ده اتعرض لضغوط، غيروا بلده، غيروا موطنه، غيروا اسمه، حطوه في القصر وما وافقوش على طلباته، لكن فضل مكمل برغم الضغوط برغم التحديات. كم حد فينا عليه ضغوط؟ لا اعدل السؤال، كم حد من حضراتكم ما عندوش ضغوط؟ حك عن الضغوط. ضغوط ما اقولكش على الضغوط اللي بتعرض لها، ما اقولكش على اللي بكتاس فيه، ما اقولكش على الحرب اللي على الذهني. يجي هنا الرجل ده يقول بص يا رب، هم غيروا اسمي وغيروا موطني وحطوني في القصر، وموافقش رئيس الخصيان على طلبي، بس انا هفضل مكمل احبك. انا عايز النهارده ومشغول بالروح، ناس عليهم ضغوط في البيت، وناس عليهم ضغوط جسدية، وناس عليهم ضغوط مادية، وناس بيسمعونا عندهم ضغوط رهيبة جدا. كم الرسائل اللي بيجي على موقع الكنيسة رهيب جدا، رسائل في الحقيقة أقعد أقراها مش قادر أصدق إنه أمور رهيبة بتحصل من حول ضغوط ضغوط ضغوط. كم حد فينا تحت الضغوط انحنى، تحت الحمل انحنى؟ كم حد فينا الوقت ده يقول للرب اديني نعمة الوقت اللي جاي يا رب ترفعني فوق ضغوطي، ارفعني فوق ضغوطي. مشغول بالروح كده، لو في حد في سهام بتترمى عليه الوقت ده والعدو مكثف حرب عليك، تقدر النهاردة تقول لربنا، وتقول لربنا كده حط ايدك في ظهري وادعمني. بصوا هنشوف على الشاشة دانيال 1:8 يقول ايه. دانيال 1:8 يقول اما دانيال فجعل اي وضع، دانيال وضع في قلبه، خلونا اقراها معكم بالبساطة. دانيال وضع في قلبه انه لا 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 نافية لا يتنجس بعطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. دانيال 1:9 بصوا معايا يقول ايه، واعطى الله دانيال نعمة ورحمة. هو قال للرب نفسي اعيش لك بقداسة حتى وانا جوه القصر. قال له يا حبيب وادي ايديا في ظهرك بتسندك، هحط في رصيدك نعمة واحط في رصيدك رحمة، وهديك نعمة في عينين كل الناس اللي حواليك. انا الايام اللي جاية مش هسيبك طالما قررت انك تعيش لي بقداسة، تعيش لي بقداسة. فحاجة في الحقيقة من الحاجات اللي عجبتني في حياة دانيال هذا الرجل الجميل، انه دانيال كان صاحب الصلاة الدائمة. تقروا سفر دانيال تلاقوا الرجل ده كتير قوي قوي يتكتب عنه انه كان بيصلي. خش المخدعه، بصوا واحدة من الايات الجميلة اللي في صح 6 دانيال 6:10 يقول لنا آية جميلة عنه. الرجل ده كان صاحب الصلوات المستديمة. دانيال 6:10 يقول لما علم دانيال بإمضاء الكتابة. أيوه إيه الكتابة كان فيها إيه؟ حد شاطر؟ أي حد يطلب طلب من حد غير الملك خلال 30 يوم يلقى في جب الأسود، دي الكتابة مضمونها. دانيال علم بإمضاء الكتابة، يقول إيه بقى؟ ذهب إلى بيته وكواه، كواه يعني الطاجة أو الشباك، مفتوح في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم. وأنا أسألكم سؤال بأمانة كده، الراجل شغلته إيه؟ رئيس وزراء، عنده اجتماع مع وزير المالية، وعنده اجتماع مع وزير التعليم، وعنده اجتماع مع وزير الصحة يشوفوا الأزمات الصحية اللي الناس بتعدي فيها، وعنده اجتماع مع الملك، وعنده اجتماع مع وزير الداخلية عشان الشغب والحاجات دي، وعنده اجتماعات كتير. بس في وسط الاجتماعات دي دانيال كان كل يوم بيقعد مع الرب كم مرة؟ انا عارفكم مشغولين وعارف ان انا مشغول جدا، فمن مشغوليتنا مش قادرين نعمل ايه؟ خيل واحد
شغلته رئيس وزراء، رئيس وزراء لمملكة مكونة من 127 كورة، 127 مقاطعة. ورغم كده يا دانيال بتجيب وقت منين تقعد مع رب، اسمع واستقبل واستقبلي، اللي عايز يقعد مع ربنا هيخلق وقت يقعد فيه، اللي عايز يقعد مع ربنا ما عندوش حجج يتحجج بيها. ده انا العيال مطلعين عيني، انا عارف، ده انا الشغل من صباحية ربنا لحد بالليل، يعني انا عارف، بس اعرف واحد كان اسمه دانيال، رغم ان هو كان شغله صعب جدا بس كان بيقعد مع ربنا كم مرة. مرة حد شاركني مشاركة كده، في عيلة من الصعيد نحبهم جدا، صديق لي يمكن بيسمعنا دلوقتي، صديق ده شغال مدرس ثانوي من زمان قوي، رغم ان شغله صعب، بس مراته شهدت مره كده فقعد عليه وقالت ايه، زوجي رغم صعوبه شغله اقل يوم يقعد له 5 ساعات مع الرب. وانا تاثرت في الحقيقه، قلت لها ازاي يعني 5 ساعات؟ قالت بص، من غير ما يظبط منبه ولا حاجه كده، الصبح بدري الساعه 5:00 5:15 بالكثير تلاقيه في الانتريه راكع على رجليه قاعد يصلي، يقعد كده لحد 7:30 مجهز له الفطار، المدرسه في الشارع في ظهر البيت على طول، على ياخد اي حاجه معاه او يجهز له سندوتشات يروح مدرسته، يخطف له 2:30 الصبح كده قدام ربنا. قلت له وبعدين؟ قالت الظهر قبل ما يطلع لدروسه والحاجات دي، قالت يجي على ما اعمل له الغدا يخطف له ساعة 1:30 قدام الرب. قلت لها قالت وبالليل قبل ما ينام يخطف له ساعه كده قبل ما ينام، فقال لي يوم يقعد له فيه 5 ساعات. قالت لي بس في الاجازه بيطول. قلت لها لما في الدراسة بيقعد 5 ساعات، امال في الاجازة بيقعد كام؟ قلت له ممكن يخش الاوضة احيانا يكرس صوم وصلاة ما يطلعش من الاوضة. مرة من المرات واحنا قاعدين كنا في مؤتمر، وراحت المدام لابس هو حاجة للبحر يعني حاجة للمصيف كده واسعة، فشدت البنطلون على رجله بصدق. حد صعيدي هنا عارفين خف الجمل؟ حتة دي هنا في ركبته حتة مدورة قد كده من كتر ايه. بس اتفرج على حياته واتفرج على اللي ربنا بيديهوله. حتى الولاد في الدروس يسألوه، يقول له يا مستر، يقول لهم نعم، يقول له حياتك مختلفة، ممكن تحكي لنا شوية؟ كان قال لي ولا ولد اديت له درس او شرحت له الا لما قدمت له رساله عن شخص المسيح. انتوا فاكرين انه الخدمه وعظه كده؟ ما اسهل الوعظ دلوقتي، بس الوعظ ده عشان يبقى مؤثر في الناس وكلامك يبقى مؤثر في الناس وتعاملاتك مؤثره في الناس، ده محتاج واحد كواح مالها مفتوحة في علياته. الرجل ده قعد كواه مفتوحة بمقدار ما بتقعد وتقعدي قدام ربنا بمقدار. يعني عندك ولد مغلبك، تعالي كده انحني قدام الرب والبيت فاضي كده وقعدي كل يوم ساعة وركزي كده، ركزي في الصلاة لأجله وشوف التغيير اللي سيدك يعمله. لو عندك مشكلة كبيرة جرجرها وخدها للمخدع كده وقعد في علياته. أخبار العلية والقعدة قدام الرب ايه؟ العلية ده أمر رهيب جدا. دايما أقول التعبير ده لمس قلبي. إلي أقام ابن أرمال الصرف الصيدون في العلية، ورجل الله أليش أقام ابن الشنمية في العلية، ورجل الله بطرس أقام طبيصة في أعمال 9 في العلية. هم الثلاثة كان عندهم علية. كلمة السر النهاردة في البيت العلية، بيت في علية، بيت في حضور الله، بيت في ناس بيصلوا أوقات، بيت في ناس في دموع في البيت ده. البيت اللي فيه دموع ما تخافش عليه، البيت اللي فيه حضور إلهي ما تخافش عليه. كم حد فينا يقول له يا رب قبل ما نشكي حالنا احنا محتاجين نشكي ليك انت ونقعد معك انت ونتكلم معك انت ونصلي وندي لك الأولوية الوقت اللي جاي. كواه مفتوحة. كم حد يقول له يا رب بيوتنا ترجع بيوت صلاة مرة تاني؟ حد يقول معي أمين؟ بيوتنا يرجع منها، يقول الكتاب كده، صوت ترنم، وكمان مش صوت ترنم بس، وخلاص في خيام الصدق، صوت ترنم
ترانيم طالعة، بس سامعين ناس بتسلم حياتها لربنا، سامعين ناس بتيجي للرب في البيت ده، سامعين ناس متعبين بيروحوا البيت ده بيتغيروا، أصل البيت ده فيه علية. مرة واحد زمان سأل سؤال جميل كده، قال له واحد ممكن من فضلك توصف لي أوصل لإبراهيم ابن تارح إزاي؟ قال له انت عايز الراجل الجميل اللي اسمه ابراهيم؟ قال له اه. قال له هتمشي على طول على طول على طول، في مين هتلاقي خيمه في وشك؟ دي خيمه ابراهيم. قال له يا عم ما كل الخيام خيام كتير والصحراء كلها خيام. قال له بس ريح بال، دي الخيمه الوحيده اللي جنبها مذبح. عايز تعرف خيمه ابراهيم؟ هتلاقي جنبها ايه؟ مذبح. والبيت اللي ما فيهوش مذبح، احنا كلنا حافظين، بس اغلب بيوتنا في الحقيقه ما فيهاش مذابح. احنا حافظين انه ما اهم العلية، اهمية العلية واهمية المذبح، بس احنا الرب يدينا نرمم المذابح الفردية في الاول، وبعدين تترمم المذابح العائلية، وبيوتنا تكون للرب، بيوتنا تكون للرب، بيوتنا تكون ملك للرب الوقت اللي جاي. حد يقول معايا امين؟ كم حد فينا يقول له انا ماليش غير طلب واحد، ان اولادي يكونوا في مخافتك، ومليش طلب غير طلب واحد، ان احنا نتلم كده يا رب مع بعض ونقعد ناخد اوقات صلاة مع بعض. مليش طلب غير انه ولادي يطلعوا يعرفوك بجد. عشان كده هذا الرجل صاحب القوة المفتوحة. عارفين قوة مفتوحة دي لها اعلانات، يعني قوة مفتوحة مش مقفولة، دي معناها شفافية، اللي جوه زي اللي بره. بس قوة مفتوحة كمان حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا، انه الراجل ده ما عندوش حاجة خاف منها. هتترمي في جب الأسود، قال ما أنا عارف. عارف إيه؟ عارف إيه؟ قال أنا شفت المرسوم الملكي اللي اتختم بختم الملك، أنه أي حد يطلب حاجة من حد غير الملك يلقى في جب الأسود. يعني أنت عارف أنك بس أنا في الحقيقة، طب ما تعديها، عديها أسبوع أسبوعين، يعني هم كلهم يتعدوا على الصبع كم يوم؟ 30 يوم. يا عم 30 يوم كلهم ايه؟ 30 يوم هيفروا ورا بعض كده، يوم ورا التاني كده. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بالصعيد كده يا دانيال، ربك رب قلوب يا اخي. هو لا يعني لازم الشباك يبقى مفتوح، ولازم وانت قاعد في مكانك كده وتغمض عينك وترفع قلبك ومحدش يمسك عليك حاجه؟ خليك حكيم يا راجل. مرات كتير حياتنا مليانه بالخوف، وغلفنا الخوف بغلاف اسمه غلاف ايه؟ حكمة. لا هي مش حكمة، لما تفحصها بجد مش هتطلع حكمة، تطلع خوف. يا راجل خليك حكيم، ربك رب قلوب. قال لا انا هفضل كوايا مفتوحة، هتترمي في الجب. انا كاتب جنبها في كتابي، دانيال فضل ان يقضي ليلة في جب الاسود على ان يقضي ليلة بلا صلاة. قال في الحقيقة انا سهل علي اروح الجب، بس مش سهل علي اعدي ليلة ما اقعدش معاه. ايه الجمال ده؟ ما انتوا فاكرين القوة في حياة الناس دي جاية من فراغ، جاية من فراغ كده، ترنيمة اتعزى فيها ولا وعظة يوم الحد؟ ده واحد بيقعد مع ربنا 3 مرات في اليوم. امال ربنا يعني يستخدمه ازاي؟ والمعونة، المعونة ده راجل بيتعامل مع ناس وناس بتبص عليه، وبركة المملكة بكاملها. لما يقعد مع ربنا 3 مرات في اليوم بياخد معونة من الرب. ودايما اقول التعبير ده، هو امتى افضل وقت اقعد فيه مع الرب؟ بص الراجل ده قبل ما يفطر، ووقت الغداء، ووقت العشاء، يقعد مع الرب ويقعد معاه قعدات طويلة 3 مرات في اليوم. الصبح وهو قاعد مع ربنا كده يقول للرب ايه؟ بص يا رب اشكرك لانك اديتني يوم جديد باحسان جديد ومراحم جديدة. انا اليوم ده عايز اضيف مخافتك، اديني دعم واديني قوة عشان الايام اللي جاية، ادي لك الكل يا رب. الدين النهاردة سند أكون بشهد عن كل حد بيقابلني. فأول حاجة عملها الرجل ده حط اليوم قدامه. الصبح يقول لربنا يا رب باركني، يا رب باركني. الصبح يقول له محتاج معونة تدعمني اليوم كله. بس ايه رأيكم لو الصبح طلع متصربع على الشغل كده، وبعدين مش واخد معونة فلخبط الدنيا، يجي بالليل يقول له ايه؟ بدل ما كان يقول له الصبح باركني، يجي بالليل ملخبط الدنيا يقول له ايه؟ سامحني سامحني سامحني. ايوه انت كان المفروض تقعد معاه الصبح، لخبط الدنيا. اقعد معاه الصبح يديني معونه ويديني قوه ويديني سنده، واليوم بيه قدامه، والرب حط ايده على اليوم من مطلعه، حط ايده على اليوم من بدايته. عشان كده انا بصلي لكل حد انك تبداي يومك مع المختبر اللي قال اشبعوا
إذا استيقظت بشبع. كم حد فينا النهاردة يقول يا رب أنا عايزك الأيام اللي جاية تدعمني أنه أرجع كل يوم الصبح كده أفتح وشي يعني عيني كده وارفع وجهي ليك وأقول لك كده أشبع أشبع أشبع، مش أن فطرت فطر كويس، ده أنا أشبع إذا استيقظت بشبعك. كم حد يقول له ساعدني، ارفع ايدك معايا كده، قول له ساعدني ما ابداش يوم غير عند رجليك، ساعدني اليوم يبدا بقوه بصلوه كده، بصلوه 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 بصلوه، يبدا بمعونه في اسم الرب يسوع. ظل صاحب القوه المفتوحه دائما. هكمل الاسبوع الجاي عن دانيال بنعمه الرب ان ادانا عمر، عن امور عظيمه ربنا عملها في السفر ده. بس نفسي اسال حد هنا موجود سؤال، ايه رايك هو سيدك يعرف يطلع من النوعيات دي تاني؟ كم حد مصدق انه مصنع نعمة الله لسه ما قفلش؟ يعني يعرف يطلع النوعيات دي؟ ده بيطلع احلى منها كمان. حد مصدق ان ربنا يقدر يستخدمه الايام اللي جاي استخدام خارق للطبيعة؟ حد مصدق ان ربنا يستخدمه في شغله يبقى رابح نفوس؟ حد مصدق انه ربنا يقدر النهاردة يبدل الظروف والضغوط والمرارة اللي جوه القلب، ربنا يبدلها ويعمل مني حاجة؟ انا مصدق انه سفر دانيال ده، سفر دانيال لسه اله دانيال موجود، لسه الرب موجود، لسه الرب حي، لسه الرب اللي كان عم كامل بيقول عنه الآية الجميلة يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد. لو جاي مضغوط النهاردة أو جاي منحنية، معرفش الظروف اللي بتعدي فيها، معرفش إيه الأشخاص اللي ضغطينك، معرفش الضغوط اللي جاي عليك، بس أعرف إله يرفع ويسند. كم حد يقول له أنا مستنيك الأيام اللي جاي، أنا مستنيك، أنا عايز إيدك تتحط في ظهري وتدعمني. إحنا لسه قدامنا وقت كده لحد الهوى، بس نفسي حضراتكم وإخواتي اللي بيسمعونا ناخد وقت صلاة مع بعض. أنا هكمل المرة الجاية بس ناخد وقت صلاة. غمض عينك وغمض عينك كده، قول للرب أنا أتوقعك، أنا أتوقعك، يلا أنا أتوقعك، أتوقع إيدك القديرة. يلا مين بيحبه؟ مين بيحبه؟ مين يقول له يا رب ساعدني أحبك وأعبدك، ساعدني يا رب، ساعدني الأيام اللي جاية أكمل معاك، أكمل معاك. يلا الرب بيقول لك حتى لو انت بتعدي في وقت صعب وانت بتعدي في وقت صعب لا تخجل من أسام ولا تخشى من ظلام، من نظرون استناروا وبدلت رمادهم بجمال، فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لأطفئ أنا الألف والياء. مين يمسك في الألف والياء النهاردة؟ مين يقول له بحبك امسك بإيدي، بحبك كمل معايا اليومين اللي جايين، بحبك عايز أشهد لك الأيام اللي جاية، بحبك ارفع راسي وظهر المحني، رنم الكلمات اللي جاية وانت بتصليها معايا. محبك ومخلصك يسوع،
أكثر من هؤلاء من قلبك والأحشاء. وإن أنكرتني سأظل واقفا هنا منتظر الرجوع. إني رأيت الدموع ولا تنسى أني محبك ومخلصك يسوع. أتحبني؟ 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 لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام. من نظروني استناروا وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد لعاب أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لا أطفئ أنا الألف والياء. لا تخجل من أثام أو تخشى من ظلام. من نظروني استناروا وبدلت رمادا بجمال. فإن فسد الوعاء أو إن فقدت الرجاء ففتيلة لا أطفئ أنا الألف والياء. أتحبني؟ 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 أحبك أحبك. يلا من قلبك ومن قلبك. أحبك 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 أحبك. من كل قلبي من كل قدرتي فحبك سرني وأذاب قساوتي. خذني عند الصليب حيث دام السكين. فلا أقدر إلا أن أبث سجودا يا حبيب. من كل قلبي من كل قدرتي فحبك سرني وأذاب قساوتي. خذني عند الصليب حيث دام السكين. فلا أقدر إلا أن أجثو سجودا يا حبيب. أحبك أحبك أحبك. أتبعك إني لك أحبك. يلا كمل وكملي الصلاة. قول للرب أنا بحبك. امسك بإيدي وكمل معايا. امسك بإيدي الوقت اللي جاي. اديني نعمة في كل ما أعبر بيه كل ما أعبر بيه. قول للرب أنا مسلم ليك أنا مسلم ليك أنا مسلم ليك كل أموري. أنا مسلم ليك الوقت اللي جاي يا رب البيت. أنا مسلم ليك الخطوات اللي بخطيها يا رب. أنا عايز الأيام اللي جاية أكرمك أكرمك في اسم الرب يسوع. برغم كل التحديات برغم كل الظروف أكون نور نور في وسط ظلمة. منح في وسط العالم اللي وضع في الشرير العالم اللي اتملأ بالفساد. يا رب ولادك
نور وملح، نور وملح، نور وملح. عملت دانيال والفتية يا رب أكرموك في عينين كل الناس اللي حواليهم، يطلع يطلع من شعبك وأولادك والكنيسة في كل العالم ناس يكرموك في كل وظيفة وكل مكتب وكل بيزنس وكل بيت وكل عمارة. يا رب حط إيدك علينا الوقت اللي جاي، حط إيدك. كمل معايا صلاة وكملي صلاة، كمل صلاة، قول للرب اللي باقي في عمري، اللي باقي في عمري عايز أعيش في مخافتك، وعايز أعيش بقداسة، وعايش عايز أعيش في حضورك اللي يملى القلب يا رب. القعدة معاك بتغير فيا، كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. القعدة معاك بتغير فيا، كل اتجاهات وميول أرضية شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. طلب الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة، برتاح معاك شوقي في لقاك، مشتهى قلبي وفي كل غناء. حضورك كل الحياة، برتاح معاك شوقي في لقاك، مشتهى قلبي وفي كل غناء. القعدة معاك بتغير فيا، وميول أرضية شكل في حياتي، نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. كل الوشوش تتبدل نور، وانا طلب رضا متعلق بيك والغالي ليك، عند رجليك مغمور هناك. كل الوشوش تتبدل نور في رضاك سرور، متعلق بيك وانا كل ليك، عندي رجليك مغمور هناك. يا رب اسمع صلاتي، اقف وقفوا معايا وانت بترنم الترنيمه دي، تعال وزور حياتي، مين محتاج زياره خاصه واملاها لهيب. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال 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 وزور حياتي واملاها لهيب. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى آخر باب السر هلمس بثوبك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك،
حتى آخر ما بتسب هلمس شاور عليه أنا هلمس قد بثوبك انت طبيبي انت اله عظيم انت الهي معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت اله عظيم انت الهي معاك مفيش مستحيل تحيني من مماتي انت الهي انت الهي انت الهي انت يسوع الفاني انت واهب الحياة انت لي طول نجاة انت انت فيك الامان انت بتدي سلام انت فيك الامان انت محي خوفي انت محي خوفي انا بس محتاج لصوتك انا هدفي رضاك وخوفك انا بس محتاج لصوتك أنا هدفي رضاك وخوفك أنا طلبي إن أشوف المجد أملي إن أشوفك وحتى الآخر ما بتسد هلبس حب ثوبك أنا طلبي إن أشوف المجد أملي إن أشوفك وحتى الآخر ما بتسد هلمس هد بثوبك انا هلمس هد بثوبك وانت واقف وانت واقفه ارفع قلبك للسماء قول للرب الايام اللي جايه يا رب انا عندي ايمان انه تيجي لحياتي تيجي لبيتي تحط ايدك عليا انا بصلي في اسم الرب يسوع اخواتي اللي فوق اخواتي اللي فوق واللي تحت سواء اخواتي اللي موجودين او الزائرين اللي جايين واخواتي المسلمين والمسيحيين صلي معايا صلي معايا قول لربنا كده انا عايزك تحط ايدك عليا بقوه وعايزك تشفيني شفاء اكيد يا رب عندي ايمان ان حضورك يشفي حضورك يشفي حضورك يرفع في اسم الرب يسوع حضورك يفك بصلي للناس اللي عليها ضغوط يا رب بصلي للناس اللي عليها احمال بصلي المؤمنين وقعوا في الطريق انك تقومهم من جديد يا رب بصلي في اسم الرب يسوع حضورك يجي كنهر فياخد ياخد كل شوائب وياخد كل حاجات يا رب جت على حياتنا النهر يجي 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 بسرعه ويجي يا رب بجريان لكل بيوتنا انهار ماء حي في اسم يسوع اصلي للتعبانين لو حد تعبان هنا وعندك ايمان ان الرب يشفي في دايره الجسد وفي دايره النفس وفي دايره الروح تعبان روحيا يقومك ضعيف جسديا يلمسك يلمسك عندك قيود الرب يفكك لو النهاردة منحنية وعندك تعب وخنقة وعندك أمور نفسية ربنا حط يده عليك كم حد يقول له أنا أنتظرك في هذا الصباح حضور الله مال المكان حضور الله مال المكان إخواتي اللي بيسمعون أيا كان مكانك حط إيدك على قلبك حط إيدك على جسدك ثق إن الرب يلمسك في هذا الصباح لمسة شافية في اسم الرب يسوع مين يقول له شكرا لأنك بترفع شكرا لأنك بتصنع أمور عظيمة مع أولادك شكرا لأنك هنا شكرا لأنك في وسطينا شكرا لأنك عن كل واحد منا ليس ببعيد يا رب هللويا 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 يسوع أنت هنا المسيح والمسيح يا ملاذ أرواحنا يا شفاء
موسلا يا ملاذ أرواحنا يا شفاء نفوسنا يسوع أنت هنا يا ملاذ أرواحنا هو فصينا يا شفاء ارفع ايدك كل رب يا مقوم لانحنائي يا من يحل المأسورين يا يسوع انت عزاء كل صغير قلب حزين يا مقوم لانحنائي يا من يحل مأسوري يا يسوع أنت عزاء كل صغير قلب حزين يسوع أنت هنا يا ملاذ أرواحنا يا شفاء نفوسنا ثواني في الاجتماع حط ايدك على قلبك قول يا رب الايام اللي جايه امجدك في حياتي وبيتي وشغلي واكون رساله حيه عن جلالك يا رب قول له اصنع مني رجل بحسب قلبك سيده بحسب قلبك في اسم المسيح امين امين. اشكر رب احبائي لاجل وجودنا في محضر الرب حضور الله مجيد وحضور الله جميل بشكر رب لأجلكم شكر رب لأجل قناة الكرمة ولأجل تعبهم شكر رب لأجل الاستاف اللي ربنا بيستخدمه في وسطينا وكل المصورين والفريق الكبير في الاستوديو ربنا يبارككم ويحفظكم ويحفظ بيوتكم ليا طلب عند حضراتكم الوقت اللي جاي من فضلكم مش هيبقى في دخول إلا بالكمامة وأثناء الاجتماع هنلبسها لأنه مش عايزين ندخل في تجربة